الله أكبر والعزة لله. اقتحام محطة القطارات في حي القدم من قبل كتيبة أسود الإسلام وبعض الكتائب الأخرى من أبطال الجيش الحر. 27/1/2013. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. اقتحام محطة القطارات في حي القدم. الله أكبر. الله أكبر. كلنا فداء الإسلام، فداء لرسول الله. الله أكبر والعزة لله. 27/1/2013. كتيبة أسود الإسلام وبعض الكتائب من أبطال الجيش الحر تقوم بتحرير محطة القطارات في حي القدم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تم بعون الله تحرير محطة القطارات في حي القدم من قبل أبطال الجيش الحر، كتيبة أسود الإسلام وبعض كتاب المشترك. 27/1/2013.